طيب فيديو اليوم راح أجرب معاكم أكلات غريبة انتشرت بالتيك توك، بس خليكم مع الفيديو. بأول وصفة راح أحتاج إلى موزاريلا وراح أحطها بمقلاة وراح أحطها على النار لحد ما تذوب وتتحمر شوي من تحت. أخذت معايا ثواني لحد ما ذابت. أما الحشوة، أول حاجة راح أستخدم مخلل الخيار. وكمان راح استخدم شيتوس وراح الف جبنة الموزاريلا زي الساندويتش بهذه الطريقة. ابدا ما توقعت، بس طعمه كان مرة لذيذ. للي مسوين دايت الكيتو مرة انصحكم فكرة الساندويتش بالموزاريلا وتحشوها باي شيء يعجبكم. عجبتني مرة فكرة الساندويتش بالموزاريلا وكمان الطعم، اعطيها 10 من 10. ثاني وصفة راح اجربها راح تكون بورك الارز. حطيته بالموية لحد ما صار قوامه لين. راح احشي ورق الارز بجملة شرائح وراح الفه بهذه الطريقة. بعد كذا جبت مقلاة صبيت فيها موية حارة وكمان اضفت معجون طماطم. راح اضيف حبات ورق الارز اللي حشيتها بالجبن، سويت 3 حبات. وكمان راح استخدم نودلز كورية. راح اخليها على النار لحد ما تستوي النودلز. لما ما بقي الا شوية من الموية اضفت الصوص الحار ورجعت حركتها على النار لحد ما نشفت اغلب الموية. طبعا الصوص ما اضفته كله علشان ما تجي مرة سبايسي. وبعد ما استوت زينتها بالبصل الأخضر والخلطة اللي جات معاها اللي هي عبارة عن سمسم وأعشاب البحر. الطعم ما كان سيء، بس ما أعجبني قوام ورق الأرز مع الجبن. أعطيها 6 من 10. وثالث وصفة راح أجربها راح تكون بالتوت الأزرق. جبت عود كباب وراح أضيف حبات التوت بهذه الطريقة. وبعد كده راح احتاج الى نوعين من الشوكليت، الشوكليت البنية والبيضة. خليتها على النار تقريبا لمدة دقيقة لحد ما ذابت الشوكليت. واخر شي راح اغمس التوت بالشوكليت. طعمها كان كويس، بس مو من السناكات اللي راح اجربها مرة ثانية لان حسيت النكهات مو مرة متناسقة. اعطيها 6 من 10. رابع وصفة راح أجربها اسمها السينابون الكذاب. أول حاجة راح أحتاج إلى برجر البريوش وقطعته بالنص بهذه الطريقة. أما الحشوة راح تكون عبارة عن نوتيلا. وعلشان أسوي خلطة التغميس راح أحتاج إلى حليب وزبدة وقرفة وأخلطها مع بعض. وراح اغمس البرجر تغميس سريع، ما ابغاه يتشرب الخليط مرة. وراح ادخلها الفرن من تحت لمدة 10 دقائق. وعلى بال ما تستوي راح ابدأ اجهز الصوص. استخدمت 3 حبات من الجبن الكريمي وشوية حليب مكثف محلى وكمان شوية كريمة. واخر شي زينت بصوص كراميل وجوز البيكان. مرة حبيت الوصفة لانه طعمها يشبه للسينابون وكمان تحضيرها سريع مرة ما ياخذ وقت. اعطيها 10 من 10. وخامس وصفة راح اجربها هي وصفة حلا سريع ببسكوت الدايجستيف. اضفت 3 حبات من البسكوت وملعقة من زبدة الفول السوداني وكمان ملعقة من النوتيلا. أضفت شوية من الحليب ودخلت الحلى الميكروويف لمدة 30 ثانية.
الحلى كان ناشف شوي، أتوقع كان يحتاج إلى كمية حليب أكثر، بس بشكل عام الحلى لذيذ وسريع، أعطيه 7/10. وبآخر الفيديو حبيت أجرب معاكم حلويات يابانية. اللي راح أجربها معكم عبارة عن مارشميلو وشوكليت وبسكوت مطحون. المارشميلو قوامها قاسي علشان كذا راح نحتاج نضيف لها موية. وبما ان التعليمات على المغلف باللغة اليابانية راح استخدم مترجم جوجل، مكتوب ان نحط موية كثيرة علشان كذا راح اكتر عليها الموية. خليتها لمدة ثواني بعدين تخلصت من الزايد من الموية. المارشميلو طعمه أبدا ما يشبه للمارشميلو العادي، بصراحة مرة ما أعجبني، أعطيه 3/10. ثاني أكلة راح أجربها هي هذا الكيك الكيوت. أول حاجة حطيت كمية الحليب المكتوبة على البوكس، وراح أضيف خليط الكيك. انتبهت بعدين انه في خليط ثاني من نفس النوع علشان كذا اضفته. وبالقالب مكتوب انه ادهن الجزء اللي بالنص بالزيت. وبالتعليمات مكتوب ان اضربها على الطاولة بهذه الطريقة، ودخلتها المايكرويف تقريبا لمدة 20 ثانية. بالكيك الثانية دهنت القالب بكمية زيت اكثر علشان كذا شكلها ارتب. واخر شي راح استخدم صوص الشوكليت. طعمها وقوامها كان زي أي كيك عادي، أعطيها 8/10. بس هذه هي نهاية الفيديو، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، واكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية، وباي.